نعم السادة المستمعين لبرنامج نهش تريبيونال مع فتحي الهداوي على إيفام واللي نفوسهم رهيفة أنه البرنامج يمكن يتضمن وصف لوقائع صادمة ونزيد نوصيهم ما يكونوش مصحوبين بالأطفال أثناء الاستماع. نهج التريبيونال على إيفام أحلى غاديو. على غير العادة اليوم ما ناش بش نحكيه على قضية قتل والاختفاء وما ناش بش نقعد نتبعه في الغرزة حتى نوصل للمجرم. مش يقولك تبديل السروج فيه راحة، أما شد عندك. قضية اليوم تحكي على السحر والشعوذة، أي طلاسم وتعويذات والعياذ بالله، ومش لعب ذر. هادو الناس اسم الله العظيم تسحر بجد. في قضية اليوم باش نقولوا لا سامح ونحكيوا على الوقائع كما هي، الزمان والمكان والتوقيت. حكاية اليوم مست العالم العربي كل، أحداثها دارت في مصر، وباش نقول لكم بالدليل والبرهان كيفاش السحر تخلى الديار الكل، وكيفاش مصر والفترة طويلة عاشت في رعب من سخط الساحر هذا. ناس تحتمت وعباد ماتت، والكل بسبب الطلاسم اللي تقالت. وباش نقولكم وين تقالت باش نجم مولاها يدخلها للديار في مصر الكل، وخلى الناس تتأذى في جرته. ومش باش نقف عند الطريقة اللي تحت بها السحر في الديار، أما باش نقولكم حتى التعويذة اللي تقالت بالحرف. ما تخافوش عاد، التعويذة وفاه مفعولة عنده سنين، ما عادش تحك في حد. باش نعرفوا شنية علاقة التعويذة بفيلم مصري اسمه عاد لينتقم، وشنو صار الفريق الفيلم بسببها، وكيفاش مات مولاه اللي تعرف بسحره وبالشعوذة متاعه واللي وصل لصيته للكبير والصغير في مصر. السيد اللي باش نحكي عليه اليوم اسمه، ولا خلي من بعد باش ما تبدلوش الموجة، الاسم هذا رعب الناس على مدى سنين، وهو اللي دخل التعويذة البرهاتية لديار المصريين الكل، واللي تعتبر من أقوى وأخطر تعويذ السحر الأسود، واللي حتى في سيناريو فيلم عاد لينتقم كما قلت لكم بعد ما خدع المخرج وما قالوش اللي هي تعويذة حقيقية، وتقال في وقتها اللي التعويذة هذه فيها 28 اسم من أسماء الله الحسنى بلغة يعرفوها الجنون مليح. أما الناس اللي فهموا في السحورات يقولوا اللي الجن ما يكتفيش بالتعويذة كهو، بل يطلب تضحيات أخرى وتعزيمات كفرية لازم يقولها اللي ناوي يدخل في عالم ولاد بسم الله، ووقتها يولي ويتيعوه ويسمعوا كلامه في أي حاجة حتى لو كانوا من أكبر وأقوى عشائر الجن. أما كما يقولوا ساعات يتقلب السحر على الساحر. زعم هذا اللي صار في حكاية المشعوذ؟ ما مازلتوا تستناو في اسمه ولا لا؟ هذا اللي باش نعرفوه في حلقة اليوم. عام 1988 حب المخرج ياسين إسماعيل ياسين، ولد الممثل إسماعيل ياسين، يقدم عمل مختلف ويعمل ثورة في السينما المصرية، وهو فيلم رعب من إنتاج مصري 100%. كيما بوه اللي في عهد أفلام الأبيض والأسود قدم زوز أفلام رعب قعدوا راسخين في أذهان الناس الكل، وهما فيلم حرام عليك ومتحف الشمع. ياسين إسماعيل ياسين اللي هو ولد إسماعيل ياسين حب يعمل فيلم رعب مضروب بالسافور، وما كانش معمل على الخيال، وما حبش يحط وقائع بديهية ينجم يحكيها أي كان، وقرر يتعامل مع ساحر بالحق باش تكون أحداث الفيلم واقعية ومش مفبركة. وفي العهد ذاك كان الاسم الشهير الوحيد اللي موجود على الساحة هو السيد الحسين الفلكي. قصة الفيلم تحكي على الدكتور هاشم اللي يعاني من مشكل نفسي على خاطر بنته ماتت في جرته في حادث. الدكتور هاشم هذا ما عادش يتيق يعيش في الدار اللي كانت تعيش فيها بنته معاه، ونقل الفيلا جديدة باش ينسى ذكرياته مع بنته. الرجل تحطم وحالته ولات تكرب، تخل وخرج في الحلة وما عادش فيها مرسوم نساسه. موت بنته عمل فيه وخلاه كاره الدنيا وما فيها، وما عادش يحب يقابل حد ولا يدور بساحة حد. اختار يبدل البلاصة والوجوه فماش ما يتنفس شوية وتطير عليه الغمة، أما في الدرجة الجديدة ولا يهلوس ويسمع في أصوات غريبة.
وعلى خاطر كان حاسس بالذنب على طول، كان ماشي في باله اللي روح بنته طارت فيه. أما من بعد اكتشف اللي الروح اللي تحب تتواصل معاه في الدار روح جديدة، واللي كان يسخيبها بنته طلعت طفل مش طفلة. طورت أحداث الفيلم وقرر الدكتور هاشم يمشي للروحاني، فماش ما يعاونه باش يتصل بالروح اللي معاه في الفيلا. ولهنا مربط الفرس. ياسين المخرج غلط غلطة كبيرة وعطاه دور الروحاني في الفيلم لساحر حقيقي اللي هو السيد الحسيني. تفكرتوه معه؟ لهنا فكرة المخرج كانت أنه ما ينجم يقوم بالدور بالحق، كان سحار حقيقي ولازم يكون غاطس في السحورات العينية ويمارس فيها كمهنة. أحسن خيار بالنسبة ليه كان السيد الفلكي. وبالفعل الرجل اللي يمثل في الدور وقال التعويذة اللي تقول حليما حليما بليغا بليغا ترابا ترابا انزلوا حتى يراكم النصر بعينه ويكلمكم بلسانه ويسألكم عن حواريه. انزلوا. مين اللي موجود معانا؟ ولد ولا بنت؟ ست ولا راجل؟ وهذه كانت بداية التعويذة البرهتية اللي قالها الفلكي وسط التصوير، وما كانش من المفروض يقولها كاملة باش ما يتحققش التأثير متاعها. أما لغاية في نفس يعقوب كملها للآخر. ورغم اللي فات عليها سنين يقولوا اللي مفعولها باطل، قلت لكم البداية متاعها وكهو وما كملتهاش للآخر. وبالطبيعة البداية ما عندها حتى تأثير على حتى حد. نرجع بيكم للحكاية. السيد الفلكي كان قاصد يخدع المخرج ويعرف مليح اللي كيف يقول التعويذة كاملة باش يضر اللي يتفرجوا في الفيلم الكل، يعني تصرفه ما كانش بريء نهائيا. في رواية أخرى الدافع على الساحر يقولوا اللي هو قالها كاملة في الفيلم باش يتقن الدور مليح، أما التبرير هذا ما هوش مقنع على خاطر كان قاصد الضرر. ما نطول لكم بحديث. المشاكل بدأت تهبط على فريق الفيلم الكل من وقت اللي قال التعويذة وهما من مصيبة لمصيبة ومن مشكل لمشكل. بسم الله العظيم الكوارث هابطة كشتاء. مدير التصوير في وقتها ولا يشوف في حاجات غريبة، هذا قالوه الممثلين وفريق التصوير بفهمهم، حركات غريبة وعباد ما يعرفهم حد يضرب في الكاميرا وما عندهم حتى وجود في السيناريو متاع الفيلم. البروجكتورات يتحركوا قداش من مرة، الكوابل تدخل بعضها من غير ما يمسها حد وتتعقد ويقعدوا سوايع يسلكوا فيها، اللي يكون واقف طف يتيح على طوله وما يعرفوش لعلاش ولا كيفاش. واللي فاتكم أغرب، بعد إنتاج الفيلم بأيامات قليلة توفى واحد من الجماعة اللي خدموا فيه والسبب مجهول للتو. نعرف تسمعوا فيا وانتم مستغربين، انا بدي كيفكم، اما هذا اللي صار بالحق. الفيلم ولا عتبة على الناس اللي خدموا فيه الكل، ولا يتشائموا منه بدرجة كبيرة، وما فماش واحد ما صارتلوش مشكلة في جرته. وبعد ما تعرض الفيلم في السينما لاحظ الجمهور اللي فما حاجات غريبة قاعدة تصير معاهم بعد ما تفرجوا فيه. ايه عادش مازال فيها الفيلم لعنة بالطبع. الحاصل اصدر قرار باش يوقفوا الفيلم من العرض، وما نحكي لكم مش عاد على الشيء اللي بدا يتألف من الناس اللي تفرجت عليه، قصص وروايات وخرايف وتأويلات على السيد الحسيني الفلكي اللي هو الساحر اللي لعب الدور في الفيلم، وتقال عليه اللي هو بايع إبليس باش يولي من أكبر الروحانيين والسحرة في العالم، ويقولوا اللي هو يتعامل مع مشاهير العالم الكل وما يمشي. وكان اللي هو أصلا السيد كان يخدم بأخطر الكتب متاع السحر الأسود كما كتاب الجوهرة وشمس المعارف الكبرى، وكان عنده النسخ الأصلية متاعهم، وقلوا اللي كان مسخر له الجن قوة عظيمة ويطيع أوامره ويقضي له شواره كله. حليق.
الحديث هذا كان معروف عليه، والأكيد ما فماش دخان من غير نار. بارشة ناس شاهد على قوته ونفوذه، شيء من وراء العقل. أتوني مستعين 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 مستعين، الوحى الوحى، العجل العجل، الساعة الساعة، أنزلوا أينما تكونوا. يدور الزمان ونسمع خبر صدم الناس الكل. توفي الحسين الفلك على غير رادة، والموت متاعه كانت شنيعة برشا، وكيما تحكي عليه في حياته حتى في موته الناس ما خلت ما قالت. أما خليوني أنا نقولكم كيفاش مات. مازلت معايا ماو؟ الحكاية بدأت من مباحث بولاق الدكرور في مصر. جاء بلاغ رئيس المباحث من مرت الساحر، وقالت اللي هو مات في العيادة متاعه. بالوقت مشى مفتش الصحة ورئيس المباحث المستوصف، وبعدها تم نقل الجثة لسبيطار بولاق الدكرور. كتخل الضابط باش يطلع على الجثة، شاف منظر اللطف عمره ما هو باش ينساه في حياته، وقعد يحلم به عمره كل. الراجل عينيه شاقة وخارجة، وجهه أزرق نيلة، وجلدته كيف الحلفة جاندة، وفمه محلول قريب يتفتق من بعضه، كأنه قبل ما يموت شاف حاجة رعبته ومات من الخوف والفجعة، ولا خنقه حد. الساحر هذا كان معروف اللي هو يتعامل مع الشواطن والجنون وقلبه ميت كما كنا نقوله. زعما شنو اللي شافه قبل ما يموت وخلاه في هاك المنظر؟ الله يلطف بينا وبيكم، حتى حد ما يعرف. بالطبيعة البوليسية مش باش يقعدوا يلوجوا على الجنون اللي قتلوه، ولازم يطلعوا المجرم الحقاني اللي عمل العملة، ومنجم يكون كان من العباد اللي دايرة بيه، أو المشك وشكوا في مرته. مالا أقرب واحدة ليه وعايشة معاه تحت سقف واحد، يعني تعرفوا علاش يمشي وعلاش يجي، وأسرار الكل عندها، خاصة اللي خوه سيد الفلكي الساحر شكاب مرت خوه وقدم بلاغ لمدير مباحث الجيزة، واتهم فيه مرته اللي اسمها رشا راشا بالمصراوي، وقال اللي هي قتلته حطت له السم، وصرح اللي فما برشا أسباب خلاته يتهمها وموش يشك فيها برك، وهم الأسباب هذه اللي هي كانت أصغر من أخوه بأربعين سنة، وكان عمرها وقت اللي مات 23 سنة، وهو كان في الستينات من عمره. الحكاية ولات حكاية فلوس وورث. الراجل مليان بفلوس السحورات والعروزات، وعبى ما عبى في جيبه من جرة الريوس الكبار متاع البلاد اللي يتعامل معهم. واللي زاد أكد كلامه وخلاه معقول أحكي لهم في التحقيق على عركة بين خوه ومرته كان هو حاضر فيها قبل الموت بنهار، وقال اللي هما وصلوا تضاربوا وهدت مرت خوه رشا رجلها السيد الفلكي اللي هي باش تهجم الدار وتخليها له واسعة وعريضة. استدعوا الشرطة مرته باش يحقوا معاها، حلت لهم نواحة في المركز وقالت لهم اللي هي كانت تحبه برشا وكانت من المعجبين المهوسين به، وفرحت برشا وقت اللي تلبي عرس بها، وقالت لهم اللي هي ما خسرتش الفارق العمر اللي بيناتهم على خاطر كانت تحبه ومش هاممها حتى شيء، لا عائلتها ولا الناس اش باش تقول عليها، وحست اللي هي باش تعيش مع الرجل هذا أحلى أيام حياتها. هذا خلاف اللي هي عندها فضول مش عادي لعالم السحر والشعوذة، أما عمرها ما قربت للبر هذاك ولا كان عندها علاقة به جملة. بعد ما عرست بيه الكتم تاعها طلعت، ولات معروفة بمرت سيفلان، وإشي الذبانة ما فما في الدنيا كان أنا شأنها عظم وقدرها علاه، ولات فين تتعدى من بلاصة الناس تجري باش تتصور معاها، ويبدأوا يتهمسوا عليها يمين ويسار، هايك مرت السيد الفلكي، هايك مرت السيد الفلكي. وكانت ملازمته كيف ظلوا تمشي معاه للبلدان اللي سافر لها الكل، وتشارك في المؤتمرات اللي يمشي لها باش يتكلم على علم الفلك، وما كانتش تقوم بدور الزوجة كهو، أما كانت زادة المنسقة ومديرة الأعمال واللي هي يطلب خدمته الكل، تحدد الرنديفوات، تجاوب على التليفونات. من الأخر كانت مبهورة بيه وبحياتها معاه، وعجبتها اللعبة رغم اللي كانت من عائلة متوسطة وما كانتش تحلم مربع هذا الكل. أما بعد ما عرست بيه تبدلت حياتها 180 درجة، فلوس وشهرة وجاه، فوق هذا الكل الرجل يموت ويفنى عليها، إيش تحب أكثر من هك؟ حسب كلام راشا الحاجة اللي فسدت حياتها هي ورجلها كانت غيرته، على خاطر
كان رجلها الفلكي حاسس اللي فرق العمر بيناتهم وصغرها وجمالها يخلي برشا رجال يطمعوا فيها، وكان خايف لنهار من النهارات تمشي مع واحد آخر وتخليه، وكان هذا هو السبب متاع حركاتهم الكل. بدأت رشا تحس بالضيق وتتخنق من العيشة ومن تصرفاته، وبدأت تلويله في ذراعه، وصل حتى ضربها برشا مرات. أما هي كانت مرأة ذكية، وفي التحقيق قررت تقلب الطاولة على أخوه اللي اتهمها بقتل رجلها، وقالت اللي إخواته كانوا طمعين في فلوس وحاولوا يخلقوا برشا مشاكل بيناتهم وطلبوا منه باش يطلقها على خاطرها مرأة مش باهية وما تحبهمش وطامعة في فلوسه. وبالفعل كلمة الصباح وكلمة العشية شعر لطلقها. نوصلوا لليلة اللي مات فيها. وقت اللي صارت العركة بيناتهم وأخوه كان موجود في الدار، كانت وقتها باش تمشي وتخليه، وكان مشبوه هو اللي رجعها ما كانتش باش ترجع. وكل عادة سبب العركة كان الغيرة متاع رجلها عليها. وقعدت رشا تفسر له بشوية بشوية شنو اللي صار، وتقول له اللي ما فما حتى داعي يخليه يغير ويعمل مشكلة. في التحقيق المرأة قالت اللي هو كان شارب برشا وفي الليل تعب ولات عنده الدوخة، وحشاكم اللي في معته كل هبطوا. وقتها جرت به المستوصف اللي كان في نفس العمارة اللي يسكنوا فيها، أما ما خلطش يكمل الليل وهز ربي متاعه. خرج تقرير الطب الشرعي وما كانش فيه حتى سبب مقنع للوفاة، أما في نفس الوقت يقول اللي الموت متاعه ما كانتش طبيعية، واللي سببها كان شوت كبيرة متاع تنسيون. ورجعوا لهنا لكلام خوه اللي قال اللي هي حطت له السم، أما التحاليل أثبتت اللي ما فما حتى أثر للسم في بدنه، وما فما حتى جلطة لا في القلب ولا في المخ. أي ما شنو اللي صار وباش مات الراجل؟ بعد مدة تم حفظ الاتهامات الموجهة لمرته ورشا، وخرجت منها كيف الشعرة من العجين. وبالطبيعة الناس وقت اللي سمعوا اللي الشرطة ما وصلت لحد شيء في التحقيق واللي تقرير الطبيب الشرعي زنقة ما تعاقبش، قالوا اللي جنون هو السبب في موت السيد الحسيني الفلكي. أما الطب حاولوا يفسروا الحكاية وقالوا اللي يمكن يكون تسمم من تفاعل صار في دمه بالألكول ودواء معين يخو فيه بحكم عمره، أما كان فما حتى دليل على تشخيصهم. وقعدت موته لغز غامض ما لقاولوش تفسير. وكان نتخيلوا اللي الحكاية باش تقف لهنا وتتسكر وتسميه غالطين. الشرطة فركست دار الفلكي هذا، تخيلوا معايا عاد كيفاش باش تكون دار أكبر سحار فيك يا مصر. الحاصل رات العين وما رات، والشي اللي شافوه في داره حاجة ما يصدقهاش العقل. الساعة من الباب وعلى وضوك يا سي خليفة، انت تمد راسك في المدخل تشم ريحة قوية تصرع، لا هي بخور ولا هي عقاقر، ريحة ندا غاثة. بالطبيعة عاد انا ما نقولكم انتم ما يخفاكم على حروزات اللي محطوطة في كل تركينة في الدار، 17 منديلة مبقعة بدم لونه مستكحل، هذا خلاف الأوراق المقطعة والمرمية في بيروه مكتوب فيها طلاسم مش مفهومة. أما فما حاجة لحظة العميد أحمد عبد الحكيم اللي هو مفتش مباحث الغرب، الدار كانت مليانة بدبابز الحليب، يمكن كان يقعد عمرهم كامل يشربوا منهم ما يوفاوش. وكيف دخلوا البيت النوم لقاوا بارشة تصاور بتاع مشاهير من العالم الكل ومكتوب وراهم تلامس مش مفهومة كالعادة. هنا فما زوز فرضيات، الجماعة يجيوه ويعطيوه تصورهم باش ينجحوا شهرتهم تزيد، ولا باش يكسروا مشاهير أخرين. وما نسيتش الشرطة باش تشوف كرني النوامر متاعه واللي فيها مئات النوامر متاع مشاهير ونجوم من أهل الفن والكورة والسياسة، وشوية نوامر متاع ناس في دول الخليجية. لوجوا وفلاو الدار طرف طرف، ما فما حتى دليل متاع جريمة. هذه هي القضية اللي قاضي فاس ما يحلهاش. بدأت الشرطة تيأس والناس عمال تصدق فكرة اللي السيد قتلوه الجنون، حتى لين تقرر حفظ القضية لاستبعاد الشبهة الجنائية. وقعدت موت الفلكي الشهير السيد الحسيني لغز كبير، وأغرب ما فيه الطريقة اللي مات بها. ورغم هذا الكل وليومنا هذا مازالت بارشا ناس مغرومة بيه وبقدرته الغريبة على السحر، والتو يلوجوا على الكتب متاعه في الانترنت ويقراوها. هذه حكاية من حكايات الدنيا الغريبة، وبنادم اللي يغرب منها.
ساعات مش كل شيء مفهوم. أغلب الوقت كل واحد فينا عنده خفايا، وكل واحد وين جات بلوته. هذا في السحر، وإحنا في حاجات أخرى باهية ولا خايبة مش مهم. مازلتوا معايا ولا لا؟ زعم شنو شاف قبل ما يموت السيد الحسيني الفلكي؟ قضية اليوم من برنامج نهج التريبيونال، نص ياسمين بن نور.